بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. أبنائي طلاب الثانوية العامة، طلاب التوجيهي، أهلا وسهلا بكم في الدرس 33، ألا وهو مواقف مشرقة من حياة الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم، الجزء الثاني. فقد أخذنا في الجزء الأول وتحدثنا عن الخليفتين الراشدين أبي بكر وعمر رضي الله عن الصحابة أجمعين. وفي هذا الدرس سنتحدث عن ثالث الخلفاء الراشدين، سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه. نبدأ أولا بنسبه ومولده. قلت في الدرس السابق أن جميع الخلفاء الراشدين هم من قريش. سيدنا عثمان رضي الله عنه هو من بني أمية، اسمه عثمان بن عفان الأموي، ويكنى أبا عبد الله، أيضا ولد في مكة، وهذا ما ينطبق على الخلفاء الراشدين أجمعين. فضله ومنزلته من الرسول صلى الله عليه وسلم. عثمان بن عفان صهر النبي صلى الله عليه وسلم، وقلت أن جميع الخلفاء الراشدين صاهروا النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أبا بكر وعمر النبي تزوج من ابنتيهما، لكن عثمان وعلي هم تزوجوا بنات النبي صلى الله عليه وسلم، حيث زوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنته رقية رضي الله عنها، ثم زوجه الرسول صلى الله عليه وسلم بعد وفاتها بابنته أم كلثوم، لأنه لا يجوز الجمع بين الأختين إلا ما قد سلف، أي بعد طلاق إحداهما أو وفاتها. ولهذا السبب لقب سيدنا عثمان بذا النورين، لأنه تزوج ابنتي النبي صلى الله عليه وسلم. فلو جاء سؤال لماذا لقب عثمان بن عفان بذي النورين، يكون الجواب لأنه تزوج بابنتي النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ثالث الخلفاء الراشدين، وأحد العشرة المبشرين بالجنة، وأحد كتاب الوحي، وهذا ما ينطبق عليه ينطبق على أبي بكر وعمر. لكن سيدنا عثمان رضي الله عنه تميز بأنه كان شديد الحياء. قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ فلو جاءك هذا الحديث ما دلالته؟ فيكون الجواب أنه رضي الله عنه، أي عثمان، كان شديد الحياء، وهو أيضا من السابقين إلى الإسلام، شأنه شأن أبي بكر وعمر. أسلم على يد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وقلنا في درس سابق أن أبا بكر أسلم على يدي ستة من العشرة المبشرين في الجنة، وكان إسلامه في بداية الدعوة، وكان يضرب به المثل في كثرة تلاوة القرآن الكريم، وهو من نسخ القرآن الكريم الذي جمعه أبو بكر ووزعه على الأمصار والأقطار والبلدان. مواقف مشرقة ومشرفة من حياة عثمان رضي الله عنه. لما أسلم عثمان رضي الله عنه أخذه عمه الحكم فأوثقه. علل وضح، يكون الجواب هنا كي يرجع عن دينه. فقال عثمان: والله لا أدعه أبدا ولا أفارقه. فلما رأى عمه صلابته وثباته على دينه تركه، وهذا يدل على عظيم إسلام عثمان، وأن الإيمان كان يعمر قلبه رضي الله عنه. وقد عرف رضي الله عنه ببذل ماله في سبيل الله تعالى، فلقد أنعم الله تعالى عليه بأموال كثيرة، أي كان من أغنياء الصحابة، فأدى حق الله فيها وأنفقها في سبيل الله تعالى ونصرة دينه. قال صلى الله عليه وسلم: من يحفر بئر روما، وهو بئر في المدينة، فله الجنة. فاشترى عثمان رضي الله عنه بئر رومة من يهودي ب20,000 درهم، مهم جدا تعرف الرقم، وجعلها سبيلا للمسلمين، وجهز بماله ثلث جيش العسرة، جيش تبوك. إذن أبو بكر
تبرع بماله كله، عثمان رضي الله عمر رضي الله عنه تبرع بنصف ماله، وسيدنا عثمان جهز ثلث الجيش، جيش العسرة، جيش تبوك، وجاء أيضا بألف دينار فوضعها في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمدحه النبي صلى الله عليه وسلم فقال عنه: ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، وهذا لشدة إنفاقه وصدقته، ولأنه كان يتبرع للمؤمنين في كل شيء يريدونه. أيضا مثال على كرمه وكثرة صدقته وتبرعه أن سيدنا عثمان رضي الله عنه في عام الرمادة، وهذا عام الرمادة اسم للمجاعة التي كانت في خلافة عمر رضي الله عنه، حيث جاءت قافلته التجارية القادمة من الشام فتصدق بها على فقراء المسلمين، وكان في القافلة 1000 بعير محملة بالطعام، ورفض أن يبيعها للتجار الذين عرضوا عليه ربحا كثيرا رغبة فيما عند الله من الثواب والفضل، حيث قال للتجار أنه باعها 10 أضعافها لله عز وجل. وكان رضي الله عنه شديد الإجلال والتوقير للنبي صلى الله عليه وسلم، فقد بعثه الرسول صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية سفيرا إلى قريش يخبرهم أنه لم يأتي للحرب، أي النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان قادما من أجل العمرة والحج، وإنما جاء زائرا للبيت ومعظما لحرمته. فانطلق عثمان حتى أتى قريشا فبلغهم رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا لعثمان: إن شئت أن تطوف بالبيت فطوف، فقال: ما كنت لأفعل حتى يطوف به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا القول سيدنا عثمان يدل على شدة توقيره وإجلاله للنبي صلى الله عليه وسلم. شهد سيدنا عثمان رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المشاهد كلها سوى بدر، يعني معركة بدر لم يشارك بها سيدنا عثمان. علل: لأن النبي صلى الله عليه وسلم خلفه، أي جعله ليعتني بزوجته رقية، زوجته الأولى بنت النبي صلى الله عليه وسلم التي كانت مريضة، فجعله النبي صلى الله عليه وسلم يرعى زوجته. أيضا بعد وفاة عمر بن الخطاب رضي الله عنه أصبح عثمان أميرا للمؤمنين، وهذه من فضائله ومناقبه، وتحققت في خلافته كثير من الإنجازات. منها يأتي سؤال: أذكر أو وضح بعض الإنجازات التي حدثت في عهد عثمان رضي الله عنه. فيكون أول إنجاز لسيدنا عثمان هو: 1. فتح أرمينية والقوقاز وخراسان وكرمان وسجستان وإفريقية وقبرص وغيرها. أيضا نسخ القرآن الكريم سيدنا عثمان إلى 6 نسخ على أصح الروايات، والذي جمعه أبو بكر الصديق رضي الله عنه ووسعه على الأقطار والأمصار والبلدان. أيضا توسعة المسجد النبوي الشريف، حيث كثر الناس وصار المسجد بحاجة إلى توسعة من أجل أن يصلي به الناس. دال: تنظيم شؤون الدولة، فاتخذ الشرطة وخصص دارا للقضاء، رضي الله عن عثمان. وفاة سيدنا عثمان رضي الله عنه: اهتز ذات مرة جبل أحد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أثبت أحد فإن عليك نبي وصديق وشهيدان. أما الشهيدان فهما عمر وعثمان، استشهد رضي الله عنه 35 من الهجرة، حيث أثار بعض الناس الفتنة عليه، مما أدى في النهاية إلى قتله على يد هؤلاء الخارجين على الدولة الخوارج، وهم في ذلك الزمان كمثل الدواعش في زمننا هذا. وكان عمره 82 عاما ودفن في البقيع، وكانت مدة خلافته 12 عاما رضي الله عنه وأرضاه. كما نعلم أن الشيعة والروافض وأحفادهم وأجدادهم المجوس
قتلوا سيدنا عمر، والخوارج ومن نحى نحوهم أيضا قتلوا سيدنا عثمان بن عفان. فدائما هؤلاء الفرق الضالة الخارجة على الدين تحقد على أهل السنة والجماعة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسلمنا من شرهم. رابعا سيدنا علي بن أبي طالب، طبعا مكتوب هنا ثانيا، هو ثانيا في الجزء الثاني، لكن بالنسبة للخلفاء الراشدين هو رابع الخلفاء الراشدين. نسبه ومولده رضي الله عنه هو علي بن أبي طالب بن عبد المطلب. صلته بالنبي صلى الله عليه وسلم ابن عمه، يكنى أبا الحسن لأن أكبر أبنائه اسمه الحسن بن علي رضي الله عنهم أجمعين. ولد في مكة المكرمة، وهو زوج ابنتي النبي صلى الله عليه وسلم السيدة فاطمة رضي الله عنها ورضي الله عن الصحابة أجمعين. فضله ومنزلته من الرسول صلى الله عليه وسلم، هو ثاني من أسلم بعد خديجة رضي الله عنها، وأول من أسلم من الصبيان على الإطلاق، وكان عمره آنذاك 10 سنين، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة وأحد كتاب الوحي ورابع الخلفاء الراشدين. سيدنا علي رضي الله عنه نشأ وتربى منذ صغره في بيت النبوة، بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ليخفف النبي صلى الله عليه وسلم من أعباء عمه أبي طالب الذي كفل النبي صلى الله عليه وسلم في صغره. وعلي ابن أبي طالب هو صهر النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد شيئا من جميل عمه أبي طالب الذي كان عياله كثر، فأراد أن يربي عليا مساعدة للنبي صلى الله عليه وسلم، مساعدة لعمه أبي طالب. أيضا اختاره النبي صلى الله عليه وسلم زوجا لابنته فاطمة رضي الله عنها، واستخلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم على المدينة يوم تبوك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال سيدنا علي رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: أتخلفني في الصبيان والنساء؟ أي كان علي رضي الله عنه غاضبا نوعا ما. قال فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: حتى يطيب خاطره، ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ وهارون هو أخو موسى، ألا إنه ليس نبي بعدي، فأنت بمثابة الأنبياء، لكن منعك من ذلك أني آخر الأنبياء. وكان هارون رضي الله عنه وزيرا لموسى عليه السلام، يساعده على حمل الدعوة، وكذلك سيدنا علي ساعد النبي على حمل الدعوة وتبليغها للناس. وقد اشتهر سيدنا علي رضي الله عنه بالفصاحة والبلاغة والحكمة والقضاء. مواقف مشرقة من حياته رضي الله عنه. لما أراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يهاجر إلى المدينة، أبقى سيدنا علي في فراشه حتى يرد الأمانات إلى أهلها. إذن أول عمل له رد الأمانات إلى أهلها، وهذا يدل على شدة حبه للنبي صلى الله عليه وسلم وتضحيته في سبيل دينه وشجاعته. وبعد أن أدى الأمانات إلى أهلها ماذا فعل؟ مكث في مكة 3 أيام، ثم هاجر إلى المدينة ماشيا، وأيضا نام في فراش النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان رضي الله عنه قائدا مغوارا محاربا شجاعا، وكل التاريخ والإسلام يشهد بشجاعته وقتله لأعداء الله. قلنا شهد المشاهد كلها سوى تبوك، علل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استخلفه على المدينة وقال له: أنت بمنزلة هارون من موسى، ولكنه لا نبي بعدي. أيضا حمل الراية أكثر من مرة في الغزوات، وأبلى بلاء حسنا، ففي بدر كان من الثلاثة الذين اختارهم الرسول صلى الله عليه وسلم للمبارزة، ويوم خيبر لما نقض اليهود عهدهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأعطين الراية رجلا يفتح الله على يديه، أي حصون خيبر، فأعطاها سيدنا علي
فانطلق رضي الله عنه حتى فتح الله على يديه حصون خيبر رضي الله عن سيدنا علي. استنتج، وضح دلالة إعطاء النبي صلى الله عليه وسلم الراية لسيدنا علي رضي الله عنه يوم خيبر. فيكون الجواب: وذلك لأنه كان شجاعا محاربا مغوارا لا يخشى في الله لومة لائم. بعد استشهاد سيدنا عثمان رضي الله عنه لم يكن علي رضي الله عنه راغبا في الخلافة، وهذا يدل على أنه كان زاهدا في الدنيا، لكن الصحابة رضي الله عنهم أصروا على مبايعته لعلمهم بشجاعته وأخلاقه وفصاحته وبلاغته، فاستجاب لهم، ولكنه اشترط أن تكون البيعة علانية وفي المسجد، أي لا تكون سرا بين كبار القوم. وقد عمل رضي الله عنه في أثناء خلافته على تنظيم الدولة الإسلامية وتعزيز ما قام به الخلفاء قبله رضي الله عن سيدنا علي. وفاته واستشهاده: أيضا سيدنا علي رضي الله عنه استشهد على يد رجل من أهل الضلال، أي من الخوارج، كما استشهد عثمان رضي الله عنه، اسمه عبد الرحمن بن ملجم، وهو ليس عبدا للرحمن بل هو عدو للرحمن. قام هذا الخارجي إلى علي رضي الله عنه وقد خرج إلى صلاة الفجر فضربه في السيف في جبهته، فاستشهد رضي الله عنه على إثرها، وكان ذلك سنة 40 للهجرة، وكانت مدة خلافته قريبا من 5 سنوات. إذن سيدنا أبو بكر رضي الله عنه كانت خلافته 2 سنة و3 أشهر، سيدنا عمر 10 سنوات و6 أشهر، سيدنا عثمان بن عفان 12 عاما، وسيدنا علي قرابة 5 سنوات، ودفن رضي الله عنه في الكوفة. بني، هؤلاء هم الخلفاء الراشدون، صحابة نبلاء وسادة أشراف، اختارهم الله لصحبة نبيه في حياته، واختارهم لخلافته بعد وفاته، فقاموا بما أوجب الله عليهم خير قيام، فنشروا الدين وبلغوا به مشارق الأرض ومغاربها، وأقاموا العدل ونبذوا الظلم، فأحب الناس وأحبهم الناس بإخلاصهم وطاعتهم لله. فيجب علينا نحن كمسلمين أن نسير على خطاهم، وأن نحبهم، وأن نقدرهم، وأن لا نفرق بين أحد منهم، وأن نعتز بهم جميعا. رضي الله عن الصحابة أجمعين، اللهم ارضى عن سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين. وبهذا نأتي إلى ختام الدرس 33 من مواقف مشرقة من حياة الصحابة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.